السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معانا الخريج اليوم محمد العملة، جبت لكم اياه. طلعوا واحكي لكم ليش جاي اليوم. ها، هو مش جاي حب فيا، لانه انا قاعده زي ما تقولوا، لا استنى، هو قاعد بيرتب في غرفته وبيرتب في خزانته وتعبان. وحكى لي بس تعالي ماما، يعني انت بس تعالي، هو قعدي هيك معايا وتسلي، يعني عرفتي. بس هو قال لي انت هو قعدي تسلي ماما وانا برتب كل إشي، عرفته علي. هو هيك حكى طبعا. وإله ساعتين بيرتب، يا حرام وتعب. تعبان. This is hard work. كثير ال هذا صعب الترتيب عم محمد، يعني أسقطي يعني. كله هيت. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من كتر ما تعب بطل. هاي البلوزة بدك إياها بكرة؟ Yes. أوكي. الشورت هذا الشورت كحلي. لا هذا بدكش هذا. No, this is shorts. هذا كحلي نيفي بلو. So what? بيمشي. I'm taking all of them. لا على بكرة على البيتش، على البيتش لبكرة، مش بكرة قلت لي بدي شورت. لا الشورت في الغسيل. بس بدك البلوزة يعني. الشورت في الغسيل. اوكي طيب فهمت علي. بفكر انه يعني شو اسمه. المهم يا جماعة الخير، بدي احكي لكم شغلة بالمرة واحنا قاعدين نناقش فيها، يعني نحكي فيها انه كيف تخلي اولادك يرتبوا غرفهم. كيف، هل هناك عندك طريقة تقنعي أولادك أنت يرتبوا غرفهم يرتبوها، ولا بتتركيها وإن شاء الله ما حدا نظف وبتتعبي وبتزهقي وبتصيري تقولي حرين ننظف ونظف وما نظفوش ما نظفوش. هلا أحكي لكم أنا شخصيا عني، عن تجربتي، يعني زي ما تقولوا أنا شو بصير معي. أنا بس بصراحة بنظف الطابق اللي تحت. طيب اغلب شغلي الطابق التحتاني، الطابق الفوقاني ماما بتنظفش اشي. بتنظفش اشي ماما. احنا بنظف كل شيء، ننظف الارض. ما شاء الله. والغرفه بالضبط، والوال. بالضبط، والشجره. المهم هلا لما انا كانوا اولادي صغار كنت اسوي كل اشي، كل اشي. Really? بس محق عندي كان احمد وهو صغير كنت اخليه ينظف غرفته دائما، فطلع سبحان الله طلع هو الوحيد بنظف غرفته دائما. عشان ما حكيت ليش. هلا لمنه كنت اعصب على احمد مرات وهو صغير، احكي له لا لازم تنظف، ممنوع تطلع من الغرفه الا تنظفها، ممنوع تتحرك الا تشد تختك، ممنوع. كنت مع احمد كثير شديده، مش شوي، كثير في الترتيب والنظافة. I wish it was like that was me. هلا المهم مرة من المرات أبو أحمد اللي هو بيقول لي حرام عليكي، شو أنت فكرتيهم هم في معسكر جيش ولا شو هم، يعني أنت عمالك يعني كتير عليهم بتدقي على تنظيف غرفهم، وخصوصا أحمد يعني وهو صغير أربع سنين. بس أحمد. هلا بعد ما صار هيك يعني إنه ابو احمد يتضايق من كثر انا ما بشد عليه في التنظيف، صرت ارخي مع دانا، رخيت شوي مع محمد، رخيت اكثر، ومع زيد رخيت بالمره، وهيك انا فقدت. بس ليان تنظف كثير. ليان ودانا بصراحه هم اكثر تنتين حاليا فعلا بيساعدوني بالبيت، ليان ودانا. محمد نهائيا بيساعدش بصراحه. نهائيا. لما عندك عزومه، لما يكنس الدار، كل قديش، لما عمل الزباله، كل قديش، ولازم اطلب. لما عندك اشي، لما يكون عندك اشي. اشي ايوه، لما احكي له سمبو، لما اطلب منه، واذا كان عندي عزومه. ليش ما تحكيش اشي؟ هي هون اللي احنا بنناقشه، هذا اللي انا بدي احكيه. يعني الاولاد مفروض منهم من حالهم، اذا شافوا اشي مثلا، شافوا الارض مش نظيفه صح؟ مثلا انا بعمل زباله. هلا عمرك طلعت كيس زباله بدون ما حدا يحكي لك طلعه؟ كم مره؟ والله كم مره؟ 20. طيب ان شاء الله 20 في الويك. لا بس
لا محرم عليك مش لهالدرجة، بنطلعش قدك يا استاذ بهلة. انا اللي بقصد لا هو تطلعه بصراحة، اذا بطلب منهم بيسووا، اذا بقول له تعالي محمد قيم بيجي، تعالي محمد حط بيجي، تعالي محمد ساعدني بيجي، بيجي كتير بسألني بدك اشي، انا دايما بقول له لا صح. كل ما تسألني بدك اشي لا، بدك اعمل اشي لا، دايما لا عندي، دايما لا. المهم كيف هلا انا صار عندي لما صرت اتغلب في الشغلات التنظيف، كيف وي جاتا جيت وركن وي، فكيف صرت اعمل، صرت يا جماعه الخير شغلة صرت تكونش اتقل. محمد ابعد كرسيك لغادي لدفى، خايفه تصير خايفه تصير اكثر من 50 فصرت شو اعمل، صرت انظف الطابق التحت واعطي كل واحد شغلي في الطابق التحتاني. شو مثلا اعمل في الطابق، يعني انا بجلي، ليان بتضب الجلي، دانا مثلا بترتب الدار، احمد مرات كثير بطلب منه يكنس، محمد بقول له طلع كل اجلكم الله زباله مثلا اللي حوالين الدار مثلا، حسب يا زيد مثلا بقول له طلع اللي في غرفه القعده الثانيه، انت نزل لك زباله ورتبها. يعني صرت اوزع عليهم شغلات بسيطه في الطابق التحتاني زائد غرفهم انا مش مسؤوله عنها. مره كل يعني كيف نقولها جرده نظافه، هذا التنظيف الغميق يعني لكل شيء بتعملي فيه، باجي معهم في غرفهم. زي اليوم اجيت عند محمد اساعده في تنظيف غرفته لانه احنا بدنا نسافر وبده يعني لازم اساعده لانه فيها سفر. انت ايش؟ انا ما عملتش اشي. انا ما عملتش اشي، لا بمزح. هو هلا حاليا هيك اللي بصير، يعني انه انا هلا باجي بطلب منهم بقول لهم ساعدوني في الغرف تبعاتكم، مثلا انت قيم هاي، انت اعمل هاي، انت طلع، انت نزل، هيك شغلات. بس لما يكون تنظيف الديب كلين هذا اللي لازم جرد نظافه، انا بركنش عليهم بصراحه، ونهائيا بركنش عليهم. لازم انا، هل انت بدك تروح معنا على العرس بكره؟ نو اوكي، عشان بدي اطفي. وات تايم از ات لاستينج تو؟ والله يوم ما تعرف اني بعرفش. هوز از ات؟ للنسايب للسيستر ان لو تبعت هبه. ف I have my graduation and my farewell thing. اوكي ان شاء الله خير. فالمهم بعتقد كلنا الامهات يعني بنعاني من قصه اولادنا يساعدونا في النظافه، بعرفش، او يمكن انتم ما عندكوش مشكله، يمكن انا كثير متساهله معهم بحكم لما كنت طفله كانت انا امي تشتغل طول عمرها، يعني امي معلمه قلت لكم قبل هالمره، فكنا من واحنا صغار حاملين مسؤوليه مع امي. كبيت كاس القهوه. اوه كيرف، اوه ذاتس فيلرو. اه هات لي محرمه من برا ولا خلص مش مشكله بعدين. المهم امي طول عمرها انا ست عامله بتشتغل، كانت مدرسه، فكنا لما نروح من المدرسه لازم نساعدها ونشتغل معاها من واحنا صغار، يعني عندنا مسؤوليه النظافه ومساعده امي من واحنا اطفال. فكنت دائما لما اشوف بنات جيراننا يروحوا من المدرسة يكونوا إمياتهم اللي ما بيشتغلوا، إمياتهم ما بيشتغلوا، كنت أشوفهم يروحوا قال بس يتغدوا ويقعدوا مباشر يعمل الواجب. كنت جوات قلبي أقول إن شاء الله أنا بس أكبر، والله هذا اللي كان يصير، كنت أقول أنا بس أكبر وأتجوز بديش أخلي ولادي ينظفوا دائما، وبس يروحوا بدي يكون أطبخ لهم أنا، يكونوا يخشوا يلاقوا يشموا ريحة الطبيخ في الدار، يعني أول ما يخشوا يشموا. سبحان الله محمد بيقولوا فعلا هو هيك صار حلمك. كل مره لما اروح بشم شيء بحكي اوه ذس از مجدره، اوه ذس از مقلوبه، هذا بتحلي من الريحه. والشم بتجنن والريحه بتجنن. وبس لازم بس اروح الدار، مش لازم اتنظف شيء، بس بقدر اروح اكل واقعد والرس مرتاح وينام، كل شيء بلاقيه نظيف، غسيله مصفى، طبختهم جاهزة، الحمد لله رب العالمين. طبعا I love you for this. وانا I love you more يا عمر. الله يرضى عليك.
انا كان حلمي، يمكن هاي بعرف شو خطا هو صح، بس كان حلمي انه اولادي ما يعيشوش معاناه انه يروحوا من المدرسه ولسه بدنا نساعد ماما في الترتيب، ويكون عندهم هاكلين هم انه هم تعبانين من المدرسه ولسه لازم يشتغلوا كمان شغل اضافي. فكنت انا اعاني منها وانا طفله، كانت مسؤوليه، فما كنت بدي اولادي يعانوا بها الا اذا انت يعني مجبره، اشي ظروفك غير، المجبر ظروفه غير. فانا كان حلمي اقول اذا ربنا رزقني زوج انه انا ما اضطرش اشتغل، ما اضطرش اشتغل يعني، واكون بس اربي اولادي وادللهم، انا هيك بدي، انا بدي. واحنا مدللين الحمد لله رب العالمين. فهيك كان يعني، هو من احلامي كان انه هيك، ويمكن هذا اللي خلى اولادي ياخذوا علي زياده انه بتكاسلوا في ترتيب الغرف. بس اذا بطلب منهم بصراحه بيعملوا، ربنا الله. اذا قلت لواحد قوم يما ساعدني بيساعدوا، اذا قلت للاولاد انا اليوم تعبانه كلكم يلا مع بعضكم انتم نظفوا الدار، انا بديش انظف، عادي بقعد بغرفتي وهم بنظفوا كل شيء. يعني في وضع الجد، الجد بيسوي كل شيء الحمد لله رب العالمين. ف بعرفش اللي حدا اللي عنده نصيحه، اللي عنده تعليق يعني يحكيها، بس انا شخصيا بحكي كل واحد وظروفه، كل واحد وكيف عاش، كل واحد وكيف تربى، عرفتوا علي؟ يعني مش كلنا. محمد هذا بدك تحطه بشنطه ايدك بدك تقراه صح؟ Yes. هذا وكمان الكتاب هذاك صح، القرآن هذول. آسف. فعرفتوا حبايبي، محمد نزل رجليك. I'm spinning. بصيرش رجليك نزلها. فهذه اليوم اللي حبيت أحكي فيه أنا، نحكي على قصة تنظيف الأولاد لمساعدة الأهل في شغلات المنزلية، وهذه كمان بدك اياها لسه برا صح؟ شفت فيها اغراضها. وهلا بدنا ننزل تحت. Oh, لا بدنا ننزل تحت لسه في عندنا كل غسيل. So much. بدنا ننزل نطول تبعات الغسيل لسه. بس ماي اوفيت هم ماي فورما اوفيت، I didn't even look at what I needed. شو هم؟ هلا بس نشوف غسيلك، شوف غسيلك اللي تحت اللي لسه بغسل فيه. I need formal outfit. محمد خلص الله يرضى عليك، ليش بتغلب فيها؟ I need a formal outfit. طب شو اسوي؟ كان اخذت منهم هيني صفقت كل ساعة. المهم يا جماعة هذا اللي صار. و اوكي سكرها من هذيك الشقة، خلينا نشوف الوزن. Oh, الوزن. Did you pack the pants Ahmed made me during the غسيل؟ I want to wear them. لا بغسلهم انا. I want to wear them. لا لا. Love them. سكر خلينا نشوف الوزن. اوكي. بدي اشوف الوزن تبعك. Oh, this is gonna be over 50 low. طب سكر خليني اشوف انا بتاكد. شوف سكر. Because I left the weight at the gym. ما تكونش وزن اكثر. I left the gym weight, so I should know. اه بعرف يما انت ما شاء الله. Oh, this is kind of heavy, this one. طب جرب اشوف سكر. It. This is called it. سكر مش ثاني. بس لسه عندنا كمان. في شنطة بهديك شوي برضه. What الوزن؟ وزنت كل ال other ones؟ اه. لكن الرجال يتكسر لما ترفعها، ارفعها رفع كويس مش دير بالك، وقف وارفع شوف فيه شكلك فيها 50. طيب يلا شوف بسم الله فيها 50. يعني يمكن اقل شوي، اقوم انا اجرب. اوه ات فيها لايك 50. فيها تجرب انا دوري اجيب الوزن؟ لا تجيبش الميزان، استنى بدي اشوف انا قبل يمه يا بابا. Yeah, it's pretty over. هات اشوف اخ يما، هات نشوف. بسم الله 50 يمكن او 49. دور لا بالله، روح جيب الميزان. 55. روح جيب الميزان. لا لا تطلعش عن ال 50. انا نشوف بده يروح يجيب الميزان، ما ظنش تطلع عن ال 50 لانه بتهيأ لي 50 ان شاء الله. ان شاء الله ما تطلعش بيني وبينكم يعني بصراحة. بتعب انا وانا قيمي وحطي وقيمي وحطي. ضايل عنده لسه الشنطة هذيك فيها وسع شوية مش كتير، وعنده لسه هذه اللي بجرها الكاريون غالبا لسه. ان شاء الله يا ربي ما يطلعش عنده وزن زيادة، حط كل اوعي يعني ما خلاش ولا شيء. لا خلى نعم في خزانة، في غرفة دانا، في غرفة دانا كنا نوزن شنتيها هي وليان. عادي انا بشربش قهوة متأخرة، وبشرب قهوة قاعدة على الساعة 9:30 بالليل. هلا عنا الساعة 9:30 تقريبا بالليل،
وبشرب قهوة على 9:30 الليل، الله وكيلكم، يعني راسي مسطول سطل بوجعني، عارف حاسه اني انا مش شاربه قهوه كفايه. ضليتني بعد الفجر اليوم على طول صاحي، يعني ما نمتش بعد الفجر، شفتوا عندي بث، وبعد رحت جبت فستان دانا، ايه فستان ليان، وجبت لبستي اذا بتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لبستي تبعت اللي البسها بكره على العروس، راح تكيف وراح تتفاجئوا باللبسه، راح البسها بكره. لبستي تفصيل مش فرجيكم اياها، حطه وزن حالك. بس وزن حالك، بس قديش وزنك احفظه، احفظ وزنك ميمورايز. اوكي ايه هاز تو بي هلا، اوكي ارفع، يلا وقف انت وياها. ايوه اوكي، شو الوزن؟ يلا اعمل ماينس، اعمل 219.3 ماينس يور ويت. ما بعرفش 219.3 بعرفش 219.3 خد 219.2 خد 219.2 174.2 خد. شو حكيت لكم؟ less than 50 45 لا يوسف 49 يمكن صاحبة حوالي 49 انا قلت المهم انه اقل ways distributed openly so I couldn't that's بس why الحمد لله I weighed it مشكلة. It was heavier than I thought because the weight whenever I lift in the gym it's smaller المهم انه اقل يعني عندنا نتفت وزن لسه عندنا يعني 5 باوند anyway. 5 باوند يعني 2 كيلو ونص بنقدر نحط فيها. هلا بدي اروح اقوم اكمل اضب له الاغراض اللي عندنا على التخت شوي، رايحه اضبهم، وبعد ما اضب الاغراض اللي على هات الهاند باج اضب فيها طلع طلع وينه الاستاذ وزن في حاله قاعد على الميزان يا بي الناصح محلاه. المهم بدي اروح اكمل بقيه اغراض محمد، وإن شاء رب العباد إن شاء رب العباد بشوفكم بكرة حبايبي، وبحبكم كتير من كل صمصيم صمصيم قلبي إن شاء الله. عارف شنطة مين بكرة بنرتب إن شاء الله. تصبحوا على ألف مليون خير. إن شاء الله بعرف إيش بكرة في عرس. سلام عليكم.